الأمن الوحدة وجزائر لجميع الجزائريين والجزائريات. إنما يقوم به الشعب الجزائري تاريخي ولن يكون مثيل له منذ بداية العالم إلى اليوم. فلهذا أبهرنا جميع الشعوب بحضارتنا وسلميتنا. فيجب أن نعود إلى الوراء. فالعودة إلى الوراء أو إيقاف ما نقوم به هو العودة إلى العصر الحجري الذي كان فيه رموز النظام يعبدون الكدر ويعبدون الصورة ويعبدون ويعبدون. إن العودة إلى الوراء هو عودة إلى زمان الجحيم وزمان اللا استقرار للبلاد واللا أمن للشعب. إن العودة إلى الوراء أو إيقاف هذه الثورة هو إعطاء فرصة لهذا النظام أن يجدد، أن يغرس جذوره في الشعب وأن يغرس جذوره في الوطن. إن العودة إلى الوراء أو إيقاف هذه الثورة هو إعطاء فرصة لهذا النظام للانتقام من الجزائريين والجزائريات. إن العودة إلى الوراء أو إيقاف هذه الثورة هو إعطاء فرصة لهذا النظام للاستعباد الجزائريين والجزائريات.